مشاهدي قناة بيستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. اختارت نجمة العرب الممثلة أمل بوشوشة أن تمضي عطلتها السياحية في دولة إيطاليا. أمل جالت في مدن وشوارع إيطاليا وشارك جمهورها هذه المقاطع. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم باستارز.